البنات، سلام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. غبرت عليكم في اليوتيوب، ولكن هاني رجعت لكم بوصفه جديده، ووصفه اللي رائعه بزاف ومفيده للبشره ديالنا. كتكون من الماء ديال الباربه، من الحليب نيدو يعني حليب غبره، ومن دقيق الذره مايزينا. كيف كتعرفوا الفيديوهات ديالي ما كنبغيش يكونوا طوال، بلا ما نكتر عليكم في الهضره بزاف. فوائد الشمندر يعني الباربا ديجا عطيها لكم في الجروب، عندها فوائد كثيره بزاف للبشره ديالنا. ما نحتاجوش الا درناها ماسك، ما نحتاجوش نديرو الميك اب ديالنا، ولا غير هي كتنور لنا الوجه ديالنا. الماء ديال الباربا، الوغ الماء ديال الباربا كناخذوا الباربا كنسلقوها، كناخذوا داك الماء ديالها هو اللي كنحتاجوه، ما كنديروهش خضر، كنديروه يكون مسلوق. ملي كنديروا معلقه ديال نشا الذره ومعلقه ديال نيدو حليب غبره، حنا كنشوفوا على حسب الخليط حتى كتجينا كريم متماسكه مع بعضياتها. خليكم معايا حتى تشوفوا التطبيق ديال الماسك على البشره ديالي. كنديروا معلقه ديال دقيق الذره، معلقه ديال نزيد شويه ديال حليب غبره، كناخذوا الماء ديال الباربا وكنبقاو غاديين، وحنا كنخلطوا على حسب الخليط حتى كتولي لينا كريم متماسكه. انا هنا درت ثلاثه. نبغي نقول لكم على ان هذه الوصفه نقدروا نديروها للبشره ديالنا، يعني الوجه ديالنا، نقدروا نديروها لليدين ديالنا، نقدروا نديروها حتى لاي منطقه عندنا داكينه. هذه الوصفه النتيجه ديالها كتبان ديك الساعات، يعني البيوضه كتبان فوريه. جربوها وغادي تفكروني، وصفه رائعه رائعه جدا جدا. النتيجه ديالها زوينه بزاف، انا غادي نديرها وغتشوفوا النتيجه ديالها. بحال ديما كيف كندير لكم ديما، كنطبق لكم لي ماسك على البشره ديالي. اش غنقول لكم بالنسبه للبنيتات اللي عزيز عليهم الغوز، انا درت لكم ماسك بالغوز، موالفه نديرو لكم بالخضار بالكحل بالصفار، اليوم درتو لكم بالغوز. بالنسبه للنساء اللي كيعانيو من لي بوان نوار، انا ننصحكم تديروا بخار قبل الماسك، يعني هذاك البخار كيحل لكم المسام اول حاجه، ثاني حاجه كيحيد لكم النقط السوداء لي بوان نوار، ثالث حاجه كيعاون على الماسك باش كيتغذى من البشره ديالنا. من وراء هاد الكريم هانتوما كيف كتشوفوه، ها هو بدا كيتجانس كيف كتشوفوا، غيولي لينا كريم، هو زوين بزاف. كيفاش نقول لكم، هو مقشر زائد ماسك، النتيجه ديالو زوينه. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه النهائيه. كنساليو الكريم ديالنا، كناخذوا الماء ديال الباربا وكنعمروا به لي غلاسون. غادي تقولوا لي علاش، غادي نقول لكم مني غنساليو الماسك. بالنسبه للنساء اللي كيكونوا خدامين ومع دابا رمضان كيف كنعرفوا ما كنقدوش نديروا المكياج، الوغ مني كنديروا الماسك كنحاولوا نغلقوا المسامات بدك لي غلاسون ديال الماء ديال الباربا. اول حاجه كيعطيونا يعني كيخليو لينا الحناك غوز، يعني موردين بلا ما نحتاجوا الفراجو. ثاني حاجه كيسد لينا المسام من وراء الماسك. هانا درتو دابا عمرتهم وغنديرهم في الفريغو باش يجمدوا. I've been moving kind of slow, no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Ain't gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good when I'm